مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الخاص، موعد كبير، موعد هنا بمراكش، ديربي الجارين، ديربي الدار البيضاء الذي كتب له ان يجرى بمدينه مراكش. هكذا حكم على الديربي رقم 125 ان يعيش الاغتراب كما حصل في العديد من المحطات. لقاء النشيد الوطني المغربي الخالد، وجدد الترحاب بكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس في هذا الموعد الخاص بالديربي رقم 125 بين الرجاء الرياضي والوداد الرياضي. الرجاء والمستقبل في هذه المباراة، الديربي الذي قلت بأنه كتب عليه أن يعيش الاغتراب مجددا بعد أن عشنا هذه اللحظات وعشنا نفس الموقف عندما لعب الديربي في مدينة الرباط وطنجة وكذلك أكادير. مرة أخرى مدينة أخرى هي مدينة النخيل، مدينة مراكش لأول مرة في التاريخ تستقبل هذا الديربي بحكم العديد من المعطيات، لعل أبرزها إغلاق مراكم محمد الخامس مرة أخرى للإصلاحات خاصة المحيط المركب الرياضي محمد الخامس. جرت البعض المباريات في البيرجيكو، ولكن نعرف بأن صغر الملعب وكذلك المكان الذي يتواجد فيه ملعب البيرجيكو حتم على القائمين على الشأن الكروي المغربي نقل الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء الرياضي لإحدى المدن، هذه المرة مدينة مراكش. هكذا الأجواء، طبعا أجواء بئيسة، أقول بئيسة، وهذه الصراحة لماذا؟ لأنه كانت هناك مقاطعة، حملة مقاطعة كبيرة جدا خاصة من فصائل ألتراس الرجاء وكذلك الوداد. هنا قليلة هي المرات التي يتضامن فيها ألتراس الوداد مع ألتراس الرجاء والعكس كذلك من أجل إنجاح هذه المقاطعة، وبالتالي هذا أثر سلبا على الحضور الجماهيري اليوم، وكأن اللقاء يجرى من دون جمهور مع الاحترام الكامل لمئات الأنصار من تنقلوا لمدينة مراكش لتشجيع الفريقين، ولكن لم نتعود على الديربي هكذا عندما يشاهده بعض الآلاف القليلة والقليلة جدا التي تتابع الديربي. نعم كلنا أتمنى أن تكون كل جنبات هذا الملعب مملوءة عن آخرها، ولكن حملة المقاطعة التي دامت لأيام جاءت بهكذا النتيجة، أن نشاهد معظم المدرجات فارغة باستثناء بعض الأماكن التي يشغلها لا جمهور الوداد وكذلك جمهور الرجاء الذين تنقلوا لهذه المدينة من أجل متابعة الديربي عن قرب. إذا لحظات وتعطى ضربة البداية، الحكم ليس بغريب عن الساحة ورضوان جيد الذي سبق له بالمناسبة أن قاد العديد من الديربيات، ربما يسأل التحكيم في هذه الفترة بالذات. الأمر ليس مستغربا لأنه فعلا في نزول في مستوى الأداء التحكيمي رغم بعض التطمينات التي تأتي من هنا ومن هناك بخصوص مستقبل التحكيم، ولكن على الأرجح على الطنفة الكثير من المؤاخذات والكثير من الملاحظات التي تسجل على الأداء التحكيمي في المباريات السابقة. عموما رضوان جيد الحكم الذي يشهد له بالكفاءة كيف ما كان الحال، واحد من الطاقات التحكيمية الحاضرة كذلك على المستوى القاري والذي سيعطي ضربة البداية بعد لحظات. إذا سريعا نتعرف على اختيارات كل من المدرب فوزي البنزرتي والإسباني خوان كارلوس غاريدو. الرجاء الرياضي على فكر اليوم يغيب عنه مجموعة من الأسماء المهمة، لعل أبرزها بدر بانون الذي
تلقى عقوبة يرى جمهور الرجاء بأنها قاسية جدا، ولكن أيضا شاهدنا ما حصل في مباراة الرجاء والنهضة البركانية، بينما هنا كرة رجاوية بدر بنون أبرز الغيابات بسبب عقوبة الإيقاف. أضيف كذلك لاعب مابيدي سند الورفلي المدافع الدولي الليبي وعمار بوطيب الطائر الأيمن، هذه أبرز الأسماء إضافة إلى عبد الجليل شبيرة، كل أسماء معروفة وكل أسماء أساسية ضمن فريق الرجاء الرياضي. كيف سيتعامل معه؟ بينما نتابع هنا أول فرصة عن طريق زكريا حدريف، لكن أحمد رضا التاكناوتي كان في المتابعة. على ضوء هذه الغيابات فأخوان كارلوس غاريدو يختار العناصر التالية: أنس سليتي في حراسة المرمى، عبد الرحيم الشاكر، إلياس الحداد، فابريس سنقام، محمد الدويك، صلاح الدين الباي، برايمان ياسي، زكريا حدريف، عبد الإله الحفيدي، سفيان الرحيمي، ثم محسن ياجور رأس الحربة. بالمقابل الوداد الرياضي حاضر تقريبا بكامل عناصر، بداية برحمد رضا التكنوتي في الحراسة، عبد لطيف نصير، الشيخ كومار، أشرف داني، محمد النهيري، صلاح الدين السعيدي، برايما أو برايما النقاش، وليد الكارتي، محمد وناجم، أمين التي غزوي، جيبور ويليام رأس الحربة. هكذا عودنا فوزي البنزرتي أن يلعب المباريات السابقة بنفس التشكيل مشاهدينا الكرام، رغم أنه غير مقتنع 100% بإمكانيات ويليام جيبور، ولكن ليس لديه حلول أخرى سوى الاعتماد على المهاجم الليبيري في الشق الهجومي. كرة تمشي لضربة مرمى لفائدة فريق الرجاء الرياضي. أم ركنية؟ نعم، جيد، يقول هي ركنية لفائدة فريق الوداد الرياضي. سوء تفاهم بين أنس سليتي وآخر مدافع، وبالتالي ركنية يا إخوان يا كارلوس يا غاريدو لفائدة فريق الوداد الرياضي. ومع الصعود أشرف داري والشيخ كومارا، ينضم إليه كذلك صلاح الدين السعيدي الذي يمتاز بالضربات الراسية، تنفذ الركنية وناجم على القائمة الثاني، وأناس سليتي بعد ذلك في المتابعة. تأتي المساندة والدعم من رضوان جيد الذي يقول ضربة حرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي بعد الخطأ المرتكب في حق الحارس سليتي. هذه الإعادة مجددا هنا، الارتقاء والصراع الثنائي بين أناس سليتي وويليام جيبور. نعم، ويليام جيبور هنا في صراع مع أنس، ترجع كرة لفائدة فريق الوداد الرياضي على مستوى وسط الميدان، متابع من وليد الكارتي، مباشرة لإبراهيم النقاش، عنده السعيدي الكارتي، فضل جيبور لاستلام المراوغة ثم فتح المجال ناحية لعب البطيف نصير، نصير يراوغ، نصير ماذا سيفعل؟ نصير يرفع كرة، والمتابعة هناك على الجهة اليسرى دائما، تيغزوي تيغزوي وأناجم مرفوع، الكرة الصعيدي راسية، وأنس سليتي في المتابعة. يضغط الوداد في أول فرصة وفي أول كرة للصعيدي الضربة الرأسية، بعد ذلك المرتدة الهجومية عرصر الرجاء الرياضي، التسديدة ولكن ضعيفة سهلة بين أحضان الحارس أحمد رضا التكنوتي في المتابعة. نعم، يلعب الكرة بسرعة ليد شيخ كومارا، بداية سريعة وحركية مع الدقائق الأولى. هكذا نتمنى الديربي مشاهدينا الكرام الذي يجرى في مدينة مراكش، النتائج والأرقام تقول أنه عندما يلعب الديربي خارج مدينة الدار البيضاء فالأفضلية تكون لفريق الرجاء الرياضي. الرجاء اللي فاز، نعم مشاهدين الكرام، في ثلاث مرات خارج مدينة الدار البيضاء مقابل انتصار واحد لنادي الوداد، ومباراة انتهت بالتعادل تلك التي جرت بمدينة أكادير. يمشي عبد اللطيف نصير، لكن تغطية بعد ذلك من طرف فابري سنقادة والكاميروني الذي تم تأهيله رسميا ليكون حاضرا في الديربي، لعب السابق للدفاع الحسني الجديد. نعم، الرجاء الرياضي الذي قام بانتدابات في الآونة الأخيرة، ثلاث أسماء: الوردي وكذلك فابريس نقاو وأيوب نناح، لاعبان قادمان من الدفاع الحسني الجديد، فابريس نقاو وكذلك أيوب نناح. هذه الإعادة والتدخل الماضي في حق الحفيدي الطاري وأيضا إبراهيم النقاش. إبراهيم النقاش في التغطية والخطأ المرتكب، بينما المتابعة في الكرة الماضية من محمد وناجم كان في صراع في اللقطة الماضية، لم تخرج الكرة، يرفع في اتجاه السعيد الرأسية، كان ضعيفة سهلة في يد الحارس أنس سليتي. أول مناورة وأول فرصة لفريق الوداد الرياضي مشاهدينا الكرام عن طريق اللاعب صلاح الدين السعيدي، بينما الإصابة هنا تلحق بالحفيدي، وكثيرة هي الإصابات التي لحقت بالحفيدي في السنوات الماضية. المايسترو الرجاء، فنان الرجاء، ومبدع الرجاء، وصانع لاعب الرجاء الرياضي، بينما جانب من الجماهير التي تحضر لهذا الديربي رقم 125 يا اخوان يا كاروس يا غاريدو. إن سألتموني من هو أفضل مدرب لسنة 2000
و18 فمن دون تردد سأقول لكم هو خوان كارلوس غاريدو. لماذا؟ ليس لأنه فاز بلقب مسابقة الكاف، ولكن لا ننسى الظرفية الصعبة التي مر منها فريق الرجاء في 2018، المشاكل التي عانى منها المادية منها وحتى البشرية، نقص بشري كبير، ولكن رغم ذلك عرف كيف يدبر التركيبة المحدودة وعرف كيف يحرز لقب الكاف مشاهدين الكرام ويذهب لأبعد نقطة في المسابقة العربية، اعتبار أن الرجاء متواجد مع الثمانية الكبار في مسابقة عربية الأغلى ماليا، ولكن لا ننسى بأن هناك استحقاقات كذلك مهمة في انتظار الرجاء الرياضي. أعتقد هنا حملة الدفاع عن مسابقة كأس الكونفدرالية بدأت منذ فترة وسيواصلها بعد أسبوع من الآن هناك في الأراضي الناميبية، اعتبار أن الرجاء الرياضي سيلعب مباراته القادمة أمام أفريكا ستارز من ناميبيا، مباراة في المتناول أعتقد بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي، بينما زكريا حدراف يمشي من الجهة اليسرى، لكن بعد ذلك الحكم يقول فيها ركنية لفائدة فريق الرجاء، ركنية بركنية يمشي زكريا حدراف ومع صعود بعض الأسماء نياسي، لعل أبرز الأسماء نياسي بطول القامة، كذلك الحداد، ولا ننسى أيضا لعب صلاح الدين الباي. سنتابع زكريا حدراف يرفع الكرة في اتجاه من المتابعة من طرف الدفاع، انطلاقة من محمد ناجم، الحكم صفر خطأ، نعم كان في تدخل من صلاح الدين الباي في حق لاعب محمد ناجم، وبالتالي ضربة حرة. هل سيشر البطاقة الصفراء رضوان جيد أمامنا على الصورة؟ على فكرة هذا هو الديربي رقم 125، الرجاء فاز في 36 مباراة مقابل 29 انتصار لفائدة فريق الوداد الرياضي، 59 مباراة على فكرة انتهت بنتيجة التعادل، التعادل سيطر في معظم مباريات الديربي التي جمعت بين الفريقين مشاهدينا الكرام. بعد الرباط وبعد طنجة وبعد أكادير، هاي مدينة مراكش تستقبل كذلك الديربي، ملعب ليس بغريب عن الفريقين معا، خاصة نادي الرجاء، هنا كتبت صفحات المجد بالنسبة للرجاء الرياضي، هنا مر أخضر وهنا مر العالمي، وهنا كتبت ودونت صفة العالمية بالنسبة للرجاء الرياضي عندما واجه واحد من أعتد الأندية الألمانية بل العالمية وفريق بايرن ميونخ. المباراة التي كانت شاهدة على أحلى مسار بالنسبة للرجاء في مسيرته الدولية تحت قيادة فوزي البنزرتي أمامنا على الصورة، اللي أشاد بهذا الأمر وقال بأنه من أحلى الذكريات التي عشتها رفقة فريق الرجاء الرياضي عندما وصلت لنهائي كأس العالمي للأندية. جير من الجماهير هنا خوان كارلوس غاريدو في ظل مجموعة من الغيابات، كيف سيتعامل مع معطيات اللقاء؟ هل سيكون متحفظا أم سيلعب للهجوم؟ طبعا غاريدو يحسب له أنه في عز الأزمة وفي عز المشاكل والغيابات فهو يندفع ويغامر، وبالتالي يعطي الفرصة لمجموعة من اللاعبين الشباب. كرة في وسط الميدان، هنا متابعة من طرف اللاعب وليد الكارتي في اتجاه ويليام جيبور، ضاعت يا جيبور، انياسي في صراع كبير، ملعوب الكره هناك على الجهه اليمنى، انطلاقه من سفيان الرحيمي، ماذا سيفعل؟ العوده لمحمد الناهري، سفيان الرحيمي العرضيه، ولكن كومارا في متابعه هذه الكره، وانطلاقه وداديه من الجهه اليسرى، نعم سيد الدوري المغربي وسيد البلد الكروي، نعم الوداد الرياضي بارقامه وببطولاته وبانجازاته يعود الى الواجهه الافضل قاريا دوري ابطال افريقيا، بينما الكرة وناجم عرضية المتابعة بعد ذلك من أنس الزيتي في التعطية، نعم تحركات مميزة من أناجم بدءا من هذه المباراة، سنتعود على أناجم ولن نتابع اسماعيل الحداد الذي رحل عن الدوري المغربي صوب الدوري السعودي، نعم اسماعيل الحداد الذي خاض مجموعه من الديربيات، نعم سنتعود من الان على عدم وجود اسماعيل الحداد الذي ابلى البلاء الحسن رفقه الوداد الرياضي في المواسم الماضيه، خاصه في موسم التتويج بلقب دوري ابطال افريقيا الذي يبقى هو الهدف الاسمى للوداد، نعم زد على ذلك هدف احراز لقب البطولة رقم 20، لأنه هذه المطالبة الجماهير بعد أن غاب الوداد عن البوديوم في الموسم الماضي، الموسم الذي عرف تتويج تاريخي لفريق اتحاد طنجة، الوداد نعم عينه على اللقب 20، ولكن عينه كذلك
على اللقب الثالث في دوري أبطال إفريقيا المسابقة التي سيدشنها في دوري المجموعات بداية من الأسبوعية القادمة عندما سيلاقي لاسيك ميموزا. مجموعة لن أقول في المتناول، ولكن يجب على الوداد الرياضي أن يلزم الحذر أكثر ويتعامل بشكل جدي مع المباريات. بينما انطلاقة لفائدة الوداد من الجهة على اليسرى مرفوعة داخل منطقة الجزاء، وناشم وفابريس نجا بعد ذلك التعطية. نعم الكاميرون يقوم بالتعطية وانطلاقة من زكريا حدراف. ماذا سيفعل الحدراف؟ عنده المساحة، يفضل الدخول وسط الميدان، يفتح المجال في اتجاه ياسي والحافظي في وضعية التسلل. الحافظي نعم كنت متسللا، وضربة حرة غير مباشرة لفائدة فريق الوداد الرياضي. هذه لعادة مرة أخرى ياسي، لحظة خروج الكرة تقريبا على الخط، لكن هنا الرؤية كانت ربما أوضح بالنسبة للحكم المساعد الأقرب إلى الحكم على وضعية التسلل لعبد الإله الحفيدي والحكم المساعد، رغم أنه في الإعادة تقريبا ظهرت الصورة أكثر وربما على الخط تقريبا، ولكن نتمنى نشاهدها من زاوية أخرى لنحكم إن كان في تسلل أم لا. ولكن على ما يبدو فعبد الإله الحفيدي كان متقدم بعض الشيء، وبالتالي ضربة حرة غير مباشرة لفائدة فريق الوداد الرياضي. تتوقف المباراة مرة أخرى بعد مرور 12 دقيقة، دائما صفر مقابل صفر في الديربي رقم 125 بين الفريقين. بينما مشاهدون التسديدة لزكريا حدراف، مجموعة من اللاعبين الجديدين السابقين الآن رفقة الفريق الأخضر. واحد من هذه الأسماء زكريا حدراف، اللاعب المقاتل واللاعب الشرس واللاعب الذي كان له دور كبير في تتويج الرجاء الرياضي بلقب الكونفدرالية. وزكريا حدراف قمة العطاء بالنسبة لهذا اللاعب. مشاهدين الكرام، العياء ربما بدأ يتسرب لبعض اللاعبين بعد موسم، بعد سنة كبيرة، سنة مليئة بالعطاءات، وبالتالي شيء طبيعي أن يمر اللاعب من بعض الفترات الصعبة، فترات الفراغ قبل أن يعود إلى الواجهة مرة أخرى. ولكن زكريا حدراف مثالي اللاعب صاحب الأداء الثابت صراحة، أداء دائما ثابت في كل المباريات حتى في اللقاءات السابقة في الدوري المغربي الممتاز. كرة في وسط الميدان، إبراهيم النقاش يلعب الكرة لمحمد أناجم حول المراوغة، لكن بعد ذلك التغطية من طرف اللاعب فابريس انقاد، واللاعب الكاميروني الذي انتدبه الرجاء كما ذكرت من فريق الدفاع الحسني الجديد. هذه العرضية من إبراهيم النقاش، كان يبحث عن ويليام جيبور. جيبور غير مقنع منذ عودته لفريق الوداد الرياضي، يعني هذه مسألة يتفق فيها الجميع، حتى أنصار الوداد الرياضي يقولون بأنه جيبور لم يعطي ذلك الأداء الذي كان منتظرا منه، وكما حصل خاصة في الموسم اللي حقق فيه الوداد لقب البطولة رقم 19. تلعب الجانبية لفائدة فريق الرجاء الرياضي هناك على الجهة اليمنى من طرف الشكير، ترجع لإبراهيم النقاش. إبراهيم النقاش، محمد ناجم يتحرك على الجهة اليمنى وحده، محمد ناجم يضغط عليه ويخرج له فابريس نجا. يحتاج الرجاء للاعب من قيمة فابريس على الجهة اليسرى. فعلا الرجاء الرياضي لو لاحظتم ذلك في كثير من المباريات كان يعاني على الجهة اليسرى. فابريس هل يكون هو الحل؟ عموما هنا تحركات ودادية من جهة فابريس ومع المشاكس محمد أناجم الذي يتحصل على ركنية مرة أخرى. تيغزوي وكذلك محمد أناجم خلف هذه الكرة، من سينفذها؟ تيغزوي، نعم تيغزوي هو الذي يستعد لتنفيذ الركنية الثانية لفائدة الوداد، والضربة الرأسية بعد ذلك بعيدة تماما. الحكم يقيم بركنية من جديد، أشرف داري صاحب الرأسية الماضية، نعم وركنية من جديد لفائدة فريق الوداد الرياضي. مراقبة رجل لرجل داخل منطقة الجزاء. جيبور هنا وسط حصار نياسي والدويك والشاكير، تلعب الركنية، فرصة جول. العارضة تحرم الوداد
الوداد الرياضي من هدف التقدم. اخطر كرة للاحمر الودادي، اخطر كرة شوف الإعادة، هذه الرأسية نعم من دون رقابة، رأسية محمد النهيري والعارضة تنوب عن أنس الزيتي، هذه الإعادة مرة أخرى. كنت محدود يا أنس في كرة محمد النهيري، كان قريبا الثائر الأيسر من افتتاح باب التهديف، هذه الإعادة مرة أخرى. سيد الدوري المغربي كاد يهز الشباك الرجوية في لقطة، نعم كان محدود فيها أنس الزيتي. نعم هنا إمكانية الواحد صفر للوداد، ولكن العارضة هنا تقف إلى جانب أنس الزيتي. الوداد أفضل نسبيا حتى الآن، الوداد أفضل نسبيا حتى الآن بعد مرور ربع ساعة حتى الاستحواذ هو عند فريق الوداد الرياضي. الشاكير في عملية التغطية، الشاكير طبعا فابريس سنغا إذا كان أداء أقل من المتوسط اليوم فهذا الأمر طبيعي لأنه لم يتأقلم بعد مع الأجواء، هذه أول مباراة رسمية له رفقة فريق الرجاء الرياضي. وأعتقد بأن المنطلق عملية الوداد هي الجهة اليمنى. محمد أناجم يلعبون كثيرا على توغلات وانسلالات محمد أناجم الذي يعمل ضغط كبير جدا على فابريس سنغا في الجهة اليسرى. هذا هو فابريس سنغا، سوء الإبعاد وبالتالي رمية جانبية لفائدة فريق الوداد الرياضي. الوداد 24 نقطة في صدارة الدوري المغربي مشاهدة كرام، ولكن مناصفة مع حسنية أكادير 24 نقطة مع مباراة ناقصة، يلعب اليوم فريق الوداد أمام الرجاء، وبالتالي فرصة كبيرة بالنسبة للوداد للانفراد بصدارة الدوري أمام الرجاء الذي يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة. تنتظر كذلك بعض المباريات المؤجلة لعل أما وحم كلاسيكيات أمام الجيش الملكي تلعب هذه الركنية من محمد أناجم. بعد ذلك المتابعة إلى رمية جانبية، نعم محسن ياجور في عملية المساندة تلعب الجانبية بسرعة، محمد أناجم مباشرة 1-2، أناجم يدخل، أناجم يتوغل، مراوغة ممتازة، أناجم نقول بالغ كثيرا في الاحتفاء بالكرة. مهارات أناجم، انطلاقات أناجم، انسلالات أناجم فعلا تزعج كثيرا مدافعي فريق الرجاء الرياضي. انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى، رحيمي بينية في اتجاه ياجور، ولكن أقرب إلى أحمد رضا التكناوتي يلعبها بسرعة مع السعيدي، عنده المساحة لمن يا السعيدي. هناك على الجهة اليسرى محمد النهيري يطلب الكرة، بالفعل يتوصل بها النهيري. هناك هنا التبادل مع وليد الكارتي. السعيدي الاستحواذ والثقة والهدوء والتركيز والسيطرة على الوسط هي من فريق الوداد الرياضي، دائما مرور الكرة في الوسط من السعيدي وليد الكارتي وابراهيم النقاش. ابراهيم في دور دفاعي اكثر، السعيدي في عملية المساندة في الامام. هناك تكامل كبير وهنا عنصر الاستقرار على مستوى وسط الميدان من ثنائي الخبرة ابراهيم النقاش وكذلك صلاح الدين السعيدي، واحد يساند كثير الهجوم والثاني يبقى في الخلف يبقى لتأمين المنطقة الدفاعية وعملية تكسير هجمات فريق الرجاء. يتعلق الأمر بابراهيم النقاش. الوداد الرياضي يلعب بأربعة مدافعين، الحديث عن نصير كدير، أيمن النهيري على الجهة اليسرى، المحور كومارا مع داري، الارتكاز النقاش والسعيدي، ولو أن السعيدي يتقدم بعض الشيء وليد الكارتي في عملية المساندة. تيغاز وأناجم يتبادلان الأدوار على الأطراف، وجيبور كراس حربة. هذا هو الرسم التكتيكي للمدرب فوزي البنزرتي. بالمقابل خوان كارلوس غاريدو لعب الشاكير كاداير ايمن الحداد، وكذلك لعب الدويك او نياسي المحور فابريس على الجهه اليسرى، نياسي في الارتكاز واقول حتى باي كذلك في الارتكاز، الحفيدي في صناعه اللعب، رحيمي وزكريا على الاطراف، وياجور كراس حربه كذلك. هذا هو الرسم التكتيكي لفريق الرجاء الرياضي. كره ملعوبه هنا في الجهه اليمنى، دائما اناجم، دائما الخطوره معك يا اناجم. والحكم ماذا يشير هنا؟ هل هي ضربة حرة لفائدة فريق الوداد الرياضي؟ هنا تنبيه شفهي لرضوان جيد لفابريس سنغا، وبالتالي ضربة حرة. يعاني كثيرا فابريس أمام أناجم. يا سلام يا أناجم، الآن تتابعون
واحد من افضل اللاعبين حتى الان في هذا الديربي، لما اقول افضل لاعب في العشرين دقيقه في هذا الديربي، ومحمد ناجم دائما الانطلاقات ودائما الخطوره ودائما المهاره حاضره معك يا ناجم، يجد سهوله كبيره جدا في عمليه مراوغه لاعبي فريق الرجاء الرياضي، ولكن في بعض الاحيان يجب ان يحضر الاداء الجماعي يا ناجم، في بعض الاحيان يجب ان تكون القرارات في محلها يا محمد يا ناجم. عموما سنتابع هذه الضربة الحرة الجانبية، تيغزوي يستعد للتنفيذ، خطير جدا للوداد الرياضي في الكرة الثابتة، مراقبة رجل لرجل مرة أخرى، هل سينفذ تيغزوي بشكل مباشر لأنه يمتاز بهذه الخاصية؟ اللاعب تيغزوي يسدد مباشرة، سيرفع في اتجاه أحد اللاعبين، تيغزوي يسدد يمرر، كانت ذكية 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 منك يا تيغزوي، الفكرة ممتازة، البعض انتظر بأن تيغزوي سيسدد مباشرة ولكن مررها بشكل جميل، ولكن المتابعة والدقة غابت في اللمسة الأخيرة، تصل الكرة أمامية حقيقة، فريق يستحق الإشادة، فريق رغم بعض المعاناة، لم أقول معاناة حقا ماليا، هو نادي حسنية أكادير رغم المعاناة، ولكن الفريق يتواجد في الصف الأمامي، نعم في المركز الثاني، ولونه يتساوى على مستوى عدد النقاط مع فريق الوداد الرياضي في انتظار هل سيفعل الوداد وهل سينفرد بالصدارة. لا ننسى بأن حسنية أكادير كذلك لا زال يواصل مشوار إفريقيا، وسيواجه جيبا جيفار من اثيوبيا. لا ننسى ايضا المفاجأة في بداية الموسم الحالي، يوسفية برشيد الصاعد الجديد الى دوري الاضواء يحتل المركز الثالث، بينما انطلاقة هنا من الجهة اليسرى زكريا حدراف يتحصل بعد ذلك على ركنية لفائدة فريق الرجاء، اليوسفية نعم الذي يتواجد في المركز الثالث برصيد 20 نقطة، ثم الدفاع الحسني الجديد في المركز الرابع. نرجع للمباراة والحكم جيد يقول فيها خطأ وضربة حرة لفائدة فريق الوداد الرياضي، الوداد الذي عاشق دوري أبطال إفريقيا، الوداد الذي ألف المشاركة في دوري أبطال إفريقيا ودوري أبطال إفريقيا، نعم مسابقة لا تحلو بدون الوداد الرياضي، مسابقة نعم تنتظر الوداد في أول امتحان في دوري المجموعات في هذه النسخة الجديدة، عندما سيلاقي نادي لاسيك ميموزا من الكوت ديفوار، تلعب الكرة هناك على الجهة اليمنى لفائدة الحافظي، مرارة فرصة نياسي سدد، نياسي سدد وأناجم في المتابعة يتحول إلى الجهة اليسرى، بعد ذلك التدخل كان ناجح وإجهاض هذه المحاولة ودى المرتدة الهجومي لفريق الوداد الرياضي. قلت الوداد الذي سيلعب دوري الأبطال مع ثلاث أندية في دوري المجموعات، الحديث عن لاسيك وماميلودي ساندانس وكذلك لوبي ستارس الفريق النيجيري، خاصة ماميلودي ساندانس هذا الفريق الذي تعود على مواجهة الوداد الرياضي. مشاهدينا الكرام، ساندانس اللي فاز بلقب دوري ابطال افريقيا 2016 سيواجه مرة اخرى فريق الوداد الرياضي في دوري المجموعات بين الذهاب والاياب، طبعا اول لقاء في دوري المجموعات قلت سيجرى يوم الجمعة القادم ان شاء الله امام لاسيك ميموزا، وبعد باسبوع سيقابل فريق الماميلودي ساندانس هناك ببريتوريا بجنوب افريقيا. كرة في وسط الميدان، المتابعة بعد ذلك من طرف هنا الدفاع، الدويك كان في المتابعة، نعم الدويك يلعب اليوم كطير أيمن، بينما المحور هناك عبد الرحيم الشاكير إلى جانب الحداد، اضطراريا هكذا يلعب الرجاء في خط الدفاع في ظل غياب الثنائي ذو الوزن الثقيل بانون، وكذلك سند الورفلي المدافع الليبي، ربما المعاناة كبيرة بالنسبة للرجاء دفاعيا في ظل غياب هذا الثنائي، بينما أشرف داري بالراس يحطها في وسط الميدان، إبراهيم النقاش وحده من دون ضغط، إبراهيم النقاش ياخذ راحته في تمرير الكرة ناحية لاعب تيغزوي، وليد الكارتي في عملية الاستلام مرة أخرى، السعيد الكرة تدور هنا بين أقدام لاعبي فريق الوداد اللي عندهم نسبة الاستحواذ، نعم الأفضلية عند فريق الوداد بكل تأكيد، وناجم يتحرك على الجهة اليسرى
أقرب لي الكرة اللاعب الشاكير. الشاكير متعود أن يلعب في محور الدفاع، ولو أنه يفضل أكثر أن يلعب على جهة اليمنى أو حتى في الارتكاز، ولكن اليوم اضطراريا هو يلعب في المحور في ظل غياب كما ذكرت لبنون وأيضا لاعب سند الورفلي. كرة وصلت إلى جهة اليسرى لفائدة فريق الوداد الرياضي. مراوغة ممتازة من محمد النجمادي، المرة يتحرك على الجهة اليسرى والحكم يقول فيها خطأ وضربة حرة للتيغازوي. نعم، يعني تيغازوي وأناجم يلعبان في نفس الجهة وهذا الأمر غير معقول تماما. أنت تخلق زحمة من دون فائدة، يعني أنت مطالب أن تنوع بين اليمين واليسار ويكون لاعب آخر موجود في الجهة اليمنى، كلاهما حاضران على الجهة اليسرى، بينما هنا ضربة حرة جانبية لفائدة فريق الوداد الرياضي. تلعب الكرة ياسي وأنس الزيتي في المتابعة، ترجع مرة أخرى لفائدة الوداد والحكم يصفر خطأ. نعم، حكم شاف بأن هناك تدخل واضح وبالتالي ضربة حرة لعديم الأخطاء التي يرتكب لاعب فريق الرجاء الرياضي إبراهيم النقاش. تدخل من جانب سفيان الرحيمي في حق اللاعب من التيغزوي، وبالتالي الحكم كان قريب جدا من العملية. حتى الآن القرارات مميزة من رضوان جيد الذي خبر الديربي وعرف الديربي وتحكم في زمام الديربي. رضوان جيد، وأعتقد بأن هذا القرار سليم من طرف مديرية التحكيم بمن هذا الديربي لرضوان جيد، خاصة بعد الملاحظات والمؤاخذات والانتقادات التي سجلت على الأداء التحكيمي في المباريات السابقة، خاصة مباريات الوداد والرجاء. دائما اللغط ودائما الإشكال ودائما الانتقادات تطال أكثر الأداء التحكيمي في مباريات الرجاء والوداد نظرا لي الضغط الجماهيري الكبير، وهذا شيء ما بين جاري بالعمل، لأنه نعرف الحساسية ونعرف بأن جمهورنا أصبح عاطفي أكثر. بينما هنا تسديدة ولكن المتابعة من أناس زنيتي. فعلا الجمهور العاطفي والجمهور المتعصب والجمهور اللي بالغ كثيرا في التعبير عن الانتماء، وبالتالي في أي لقطة في أي حركة في أي قرار إلا وتكثر التأويلات. يعني دائما وأقول ومع الأسف دائما في مخيلة المتتبع ودائما في ذهن المتتبع هناك مؤامرة، نظرية المؤامرة. يعني أنا صراحة لا يعجبني هذا الكلام. في بعض الأحيان لما تخسر مباراة تكثر التبريرات، يعني الجامعة ضدنا، التحكيم ضدنا، البرمجة ضدنا، الصحافة ضدنا، هذا الكلام أصبح متداول بشكل كبير جدا، وهذا راجع لعدم تقبل الخسارة في كثير من الأحيان. يعني في حين أن الخسارة هي واردة، صحيح الحكام أخطأوا في بعض المباريات، لم أقول في كثير من المباريات، ولكن لا يجب أن نبرر الخسارة دائما بالجامعة ضدنا، التحكيم ضدنا، البرمجة ضدنا، الصحافة ضدنا. هذه الأمور كثرت بشكل مبالغ فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بينما الكرة في الجهة اليسرى لفائدة فريق الوداد الرياضي. لمن هذه الكرة ملعوبة على الجهة اليسرى؟ دائما لفائدة الأحمر. هنا متابعة وتعطية في نهاية المطاف، الحكم ماذا يقول؟ الكرة لم تتجاوز الخط، الحافظي في عملية الترويض الكرة، الحكم صفر خطأ. نعم، في تدخل في حق اللاعب الحفيدي من وليد الكارتي بعد مرور 28 دقيقة. مشاهدي الكرام، لازال التعادل السلبي قائم في مباراة مؤجلة أن هي الجولة العاشرة. حتى في الموسم الماضي لو تتذكرون جرى الديربي بشكل متأخر بسبب الالتزامات الإفريقية. نعرف بأن هذا الموسم استثنائي وصعب جدا نظرا لتغيير برنامج مباريات دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي. طبعا ملائمة الرزنامة مباريات كأس الكاف وكأس دوري أبطال إفريقيا كما هو معمول به في مختلف القارات، وهذا شيء جميل جدا حتى يبدأ الموسم الإفريقي والقاري بالموازاة مع الموسم المحلي، وبالتالي تفادي المباريات الصيف، لأنه هذا هو المشكل اللي عانى منه ليس فقط أندية الدوري المغربي بل كل أندية القارة اللي عبروا عن امتعاضهم بسبب إجراء مباريات دوري مجموعات تشامبيونز ليج والكاف في فترة الصيف في فترة التوقف. لكن الكاف غير هذا البرنامج هذا الموسم انتقالي. لماذا؟
لأنه نهاية مسابقة وبداية مسابقة، يعني المدة الزمنية الفاصلة بينهما تقريبا أسبوع أو أقل من أسبوع. نعرف بأن نهائي الكاف لم يجرى وقت جرت المباريات الدورة التمهيدي للكاف ودوري أبطال إفريقيا، وبالتالي ف يعني هذا الموسم صعب، وبالتالي يجب لن أقول نسيان، ولكن يجب تجاوز هذه الأمور، لأنه كثيرون تكلموا عن البرمجة، كثيرون تكلموا عن الملاعب أيضا، ولكن خاصة البرمجة. البرمجة صراحة يعني صعب، كان الله في عون الناس البرمجة، لأنه مع كثرة المباريات الإفريقية نهاية مسابقة وبداية مسابقة في الكاف وفي دوري الأبطال، وبالتالي كان من الصعب جدا برمجة المباريات الدوري المغربي بشكل منتظم، وبالتالي تجاوزا يجب أن ننسى هذه السنة على مستوى برمجة مباريات الدوري المغربي في انتظار الأحسن وفي انتظار الأفضل خلال المواسم القادمة. تلعب الكرة في الجهة اليسرى، السعيدي في عملية الاستلام، تيغزوي مباشرة لملي فايدة فريق الوداد، يطلب نصير الجهة اليمنى، تيغزوي راوغ الأول، يتجاوز النياسي من يساند محمد النايري على الجهة اليسرى، النايري سدد النايري مرة أخرى، النايري مرة أخرى تاني تسديدة، نعم محمد النايري اللي كان قريب من افتتاح باب التهديف، في حين أحد اللاعبين ساقط على الأرض في هذه اللحظات، نعم مطالبة بإيقاف اللعب لأنه أحد عناصر الرجاء مصاب في هذه اللحظات، وبالتالي الروح الرياضية مطلوبة ويجب إيقاف اللعب ويجب إسعاف اللاعب الرجاوي في هذه اللحظات. هذه الإعادة مجددا، اللقطة الماضية الصراع بين محمد الناهري وكذلك سفيان رحيمي، كان في دفع من جانب محمد الناهري، ها هو محمد الناهري صاحب التسديدة على الماضية، كانت صعبة جدا، أصعب الكرات لما ترتطم بالأرض قبل أن تصل لحارس المرمى، ولكن محدود الرجاء لأنه عنده حارس مميز هو أناس الزليتي. شوف الإعادة والمتابعة من جيبور اللي كان مراقب من الحداد، بينما هنا التدخل كان واضح، نعم التدخل كان واضح في حق اللاعب زكريا حدراف، بينما ضربة حرة لفائدة الرجاء والشكير على التنفيذ، الشكير يسعد لتنفيذ الضربة الحرة مرفوعة، الكرة راسية لكن بعيدة تماما عن مرمى الحارس أحمد رضا التكناوتي. هذه الإعادة مجددا، الكرة الماضية الضربة الرأسية، ضربة مرمى لفائدة الوداد، تلعب بسرعة بلطيف نصير، يرسل أمامية اتجاه من بعيدة تماما على اللاعب وليد الكارتي، بينما نقاش بين خوان كارلوس غاريدو أيضا يوسف سفري. ماذا هناك؟ أكيد في بعض المشاكل وفي خلل على مستوى خط دفاع فريق الرجاء الرياضي، لم يستغل حتى الآن من طرف رفقاء ويليام شيبور، كرة ملعوبة هنا طريق اللاعب الحافيدي، تمشي هناك للجهة اليمنى، الرحيم يلعب للحافيدي لكن بعيدة تماما، الحافيدي جيد، شاف فيها خطأ وشاف فيها تدخل في حق اللاعب الحافيدي. سنشاهد الإعادة، هل كان في فعلا تدخل في حق اللاعب الحافيدي؟ هذه الإعادة من زاوية أخرى، رحيمي عملية التمرير كانت دفع من محمد الناهري، برافو رضوان جيد يراقب كل جزئيات هذه المباراة، وكان قريب من التدخل الماضي لمحمد الناهري في عملية مراقبته خاصة للاعب سفيان الرحيمي الحاضر على الجهة اليمنى. عبد الرحيم الشكير يسعد لتنفيذ هذه الضربة الحرة على الجانبية، عبد الرحيم الشكير يرفع، عودة كل عناصر الوداد باستثناء محمد أناجم، حتى جيبور يرجع إلى الخلف، وليد الكارتي يتحصل على الجانبية، مع الأسف حتى إفريقيا فالوداد والرجاء الرياضي سيكونا مضطران للعب خارج الدار البيضاء، اللعب في الرباط واللعب كذلك في مراكش، الرجاء إفريقيا سيلعب في مدينة مراكش هنا بملعب الكبير، ثم الوداد سيلعب في مدينة الرباط، هكذا مبدئيا نقول الفريقان سيلعبان إفريقيا
واحد في مراكش والثاني في الرباط. تلعب هذه الضربة الحرة الجانبية، متابعة بالرأس من طرف لاعب محمد النهيري، يخرج الكرة ليتمس. الكرات العالية دائما تكون في مصلحة لاعبي الوداد الرياضي. تلعب الجانبية بسرعة من طرف اللاعب الدويك، الدويك لجهة اليمنى رحيمي بالكعب، يحاول يمررها للحافظي حول المرور، والحكم شاف في تدخل، شاف في تدخل محمد النهيري. أكثر اندفاع محمد النهيري في صراع المتواصل مع سفيان رحيمي. هذه الإعادة مجددا، اللحظة التي تدخل فيها محمد النهيري أمام سفيان رحيمي، ليست المرة الأولى نشاهد في هذا الصراع الثنائي بين رحيمي ومحمد النهيري. إذا ضربة حرة هنا الجانبية لفائدة فريق الرجاء، الرجاء الرياضي اللي حقق 4 انتصارات 5 تعادلات وهزيمة واحدة منذ بداية الموسم الحالي، بينما الوداد 7 انتصارات 3 تعادلات وهزيمتان. نعم الفريق اللي سجل 18 هدف ودخلت مرمى 8 أهداف، بالمقابل الرجاء اللي سجل 17 هدف ودخلت مرمى 8 أهداف. ضربة حرة جانبية لفائدة الأخضر، وكالعادة زكريا حدريف في تنفيذ هذه الكرة الجانبية. زكريا حدريف، يرفع زكريا على الخائم الأول، مرة أخرى حدريف يفقد التوازن، وحدريف في صراع كبير مع تيغازوي غريب ما حصل في اللقطة الماضية. يأتي غزوي، الكرة تخرج إلى تمس، يلعب بسرعة صلاح الدين الباي، يلعب أمامي. الكرات مثل هذه لن تنفع الرجاء في شيء، لأن الكرة تسأل أكثر مهمة الوداد في إخراج الكرة. تلعب أمامي في اتجاه جيبور، يخرج الحارس أناس الزنيتي في نهاية المطاف، يقطع هذه الكرة، يلعبها بسرعة لفابريس نجا. فابريس، صعب جدا الحكم على أداء فابريس من أول مباراة، في انتظار القادم بالنسبة للاعب الكاميروني القادم من الدفاع الحسني الجديد مع أيوب نناح. حتى أيوب نناح تم تأهيله رسميا ليكون حاضر في هذا الديربي، ولكنه لا يدخل ضمن اختيارات المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو. يعيش أجواء الديربي مرة أخرى المدرب خوان كارلوس غاريدو. كرة في وسط الميدان، 1-2 تيغازوي لكن أقرب إليها الحداد، يقطع هذه الكرة ترجع مرة أخرى، متابعة من عبد اللطيف نصير، لمسة واحدة من جانب وليد الكارتي يفتح المجال لإبراهيم النقاش. تيغازوي يرجع لوسط الميدان من أجل استلام الكرة، يفضل إعادة للنقاش مجددا. عملية البناء الهجومي، انطلاقة من إبراهيم، معك يا وليد، 1-2 جيبور يحاول التخلص من الرقابة لكن الحداد يقطع له الكرة. نعم الحداد هنا في متابعة تحرك جيبور، يفقد التوازن وانطلاقة في هذا المرتد، زكريا حدريف كاد أن يمر. زكريا، تدخل ممتاز من اللاعب الشاب أشرف داري، مستقبل الوداد على مستوى الدفاع. عاد الاطمئنان لخط دفاع الوداد مع الشاب أشرف داري، ولكن على الخصوص الربح الكبير كومارا، نعم في المحور الثنائي، نعم الذي خلف وعوض الثنائي الذي لازم الوداد لسنوات، الحديث عن العمراني وكذلك يوسف رابح. الآن جاء وقت أشرف داري وكذلك اللعب الإفريقي المميز وحمل اللاعبين الأفارقة الذين فعلا يتركون بصمات في فريق الوداد في الفترة الحالية. يتعلق الأمر بالشيخ كومارا، لأنه الشيخ كومارا حقيقة بالأداء الذي قدمه كثيرون طلبوا خدمات كومارا، ولكن كومارا يواصل مشواره مع فريق الوداد الرياضي. جماهير الوداد على فكرة تطالب بانتدابات، تطالب رئيس نادي الوداد ببعض الانتدابات، ببعض الأسماء لسد بعض الثغرات الموجودة في تشكيل فريق الوداد الرياضي. ولكن هنا أخص بالذكر خط الهجوم، يعني كيف ما كان الحال الوداد يعاني هجوميا. الوداد في كثير من المباريات يخلق عدد مهم من الفرص ولكن لا يترجمها إلى أهداف. بالمقابل الرجاء في هذا الميركاتو دخل قويا بمجيء الوردي، فابريس نجا، وكذلك لاعب أيوب نناح، وربما لاعب آخر في الانتظار قبل يقفل باب الانتقالات الشتوية. بينما الوداد حتى الآن
لم يقم بأي انتداب، بينما دي كرة عرضية ضاري في عملية التغطية. سلام يا سلام يا إبراهيم يا النقاش على هذه المهارة وعلى هذه اللقطة وعلى هذه الجمالية في عملية إخراج الكرة من إبراهيم النقاش. وهذا راجع بكل تأكيد إلى خبرة هذا اللاعب وهدوء هذا اللاعب ورزانة هذا اللاعب، وكذلك تعودوا على إجراء الدربيات. شفنا لقطة فيها أناقة ولقطة فيها رزانة ولقطة فيها هدوء من طرف اللاعب إبراهيم النقاش. العملية اللي قام بها إبراهيم النقاش نالت استحسان جمهور فريق الوداد الرياضي. كرة في وسط الميدان، الحكم يقول فيها خطأ. نعم الحكم يقول فيها خطأ. هذه من بعض اللقطات الجميلة لإبراهيم النقاش، ولو أن المكان اللي قام به بهذه العملية صعب نوعا ما، ولكن هنا الثقة في نفسه كانت حاضرة إبراهيم النقاش. بينما صلاح الدين الباهي يتلقى البطاقة الصفراء على بعد 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. دائما 0-0، الوداد كان الأفضل في هذه الجولة، خاصة الفرصتان الواضحتان للتهديف عن طريق محمد النهيري، الأولى التي اصطدمت بها العارضة والثانية التسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق الدائرة الأيسر كما ذكرت محمد النهيري، بينما ضربة حرة لفائدة فريق الوداد الرياضي. إبراهيم النقاش يستعد لتنفيذ هذه الضربة. إبراهيم النقاش يرفع داخل منطقة الجزاء. في خطأ. نعم كثيرة هي تدخلات الحكم وكثيرة هي الأخطاء المرتكبة من لاعبي الفريقين. انطلاقة سريعة من سفيان الرحيمي، عودة موفقة من إبراهيم. دور كبير يقوم به النقاش على مستوى وسط الميدان، لا في عملية التكسير ولا في عملية انطلاق الهجمة، يعني في البناء الهجومي أكيد لازم الكرة تمر عبر الثنائي صلاح الدين السعيدي وإبراهيم النقاش. ترجع كرة للخلف مباشرة لصلاح الدين السعيدي، لمسة من أشرف داري. داري وسط الميدان، السعيدي مجددا، نصيرية السليمة مرة أخرى ترجع لأشرف داري. يتجولون بحرية لاعبي فريق الوداد الرياضي. الحكم كان عليه أن يترك الامتياز للاعب الوداد. هل كان من الأجدر أنه جيد يترك المجال لتغزو ليتقدم؟ عموما يرجع للخطأ، كان في تدخل وسيكون إنذار. نعم الحداد يتلقى البطاقة الصفراء بعد التدخل الماضي في حق صلاح الدين السعيدي. إذا ضربة حرة لفائدة الأحمر والتنفيذ هنا من عبد اللطيف نصير إبراهيم النقاش يحاول للجهه اليسرى. الشيخ كومار يصعد في هذه الاثناء، محمد النهيري للاستلام، هل يراوغ هل يمرر؟ نعم تيغزوي في عمليه الاستلام، يرجع للخلف إبراهيم. نصير وحده، نعم نصير وحده يستلم الكره. نصير يرفع داخل المنطقه، المتابعة من السعيدي. من لا أحد في المتابعة بعد السعيدي، فقط هناك دفاع الشكير في عملية التغطية. حكم يصفر خطأ. المباراة تتوقف كثيرا وهذا ليس في مصلحة الديربي. نعم اللقاء يتوقف في مرات عديدة بسبب التدخلات وحتى بعض الاحتكاكات يجب أن يتجاوز الحكم، يعني ليس بالضرورة في كل مرة يقع التحام بسيط يصفر خطأ، لا يجب ترك اللاعب في كثير من الأحيان. ليس بالضرورة في كل التحام عادي أو التحام بسيط يصفر خطأ، هذا ليس في مصلحة نسق هذا الديربي. تمشي كرة في الجهة اليسرى، حكم مرة أخرى يقول خطأ. يا جور كان في مسك، هكذا يقول الحكم رضوان جيد في ديربي تغيب عنه أشياء كثيرة خاصة الأجواء، يعني لما تلعب ديربي في ظل حضور جماهيري قليل وقليل جدا هذا ينعكس سلبا على الأداء كيفما كان الحال. تلعب الجانبية لفائدة فريق الوداد الرياضي. على فكرة تعادل وحيد كان سائد في الدربيات التي جرت خارج مدينة الدار البيضاء، لكن معظم الدربيات انتهت بانتصار سواء للرجاء
أولياء الوداد الرياضي. آخر ديربي جرى خارج مدينة الدار البيضاء كان في أكادير التعادل، وأيضا الديربي الذي جرى في مدينة طنجة وانتهى لفائدة الرجاء 3-0. بينما هنا كرة أمامية، شاكير، هنا مراوغة من نياسي، نياسي يتجاوز محمد الناهري، لكن كومارا يقطع ديال الكرة. بينما نعيش الثواني الأخيرة على نهاية الشوط الأول. مشاهدينا الكرام، لا أهداف حتى الآن مع تسجيل فرصتين واضحتين لفريق الوداد الرياضي. ليس هناك خطأ، بل الحكام يترك الامتياز. الحافظي ترجع مرة أخرى، السعيدي، يتجدد الصراع في المنتصف. محمد النهيري يتقدم سريع، ينطلق محمد النهيري، ماذا سيفعل؟ تأخر في تمرير الكرة، دويك نعم يتابع كرة النهيري، ثم يبدأ أدي الأجمال الحافظي ينقل لزكريا حدراف على الجهة اليسرى. ماذا يفعل زكريا؟ تقدم زكريا، زكريا، زكريا ليسدد، زكريا، زكريا، تقلوتي في المتابعة. الحل الفردي معك يا زكريا حدراف، اختار التسديد من هذا المكان. بالضبط دقيقتان كوقت بدل ضائع، يتم احتسابهما في هذه الأثناء. نعم دقيقتان يتم احتسابهما. صلاح الدين السعيدي، استلام هذه الكرة لمن؟ يا السعيدي يطلب من هنا، ملعوب على الجهة اليمنى، لكن فقط موجود فابريس نقا. فابريس نقا على فكرة لا يساند هجوميا في الجهة اليسرى، هناك تحفظ واضح من لاعبي فريق الرجاء خاصة من الظهيرين. فابريس نقا والدويك لا يصعدان كثيرا طبعا، وهذا راجع للتحفظ الهجومي الملاحظ من طرف خوان كارلوس غاريدو، لأن فابريس نقا نشاهدته كثيرا مع فريق الدفاع الحسن الجديدي، عنده نوايا هجومية كبيرة، ولكن اليوم واضح بأن التعليمات جاءت من غاريدو، تركيز أكثر على الشق الدفاعي وعدم المجازفة وعدم التقدم كما هو الحال بالنسبة للاعب دويك، لأنه غاريدو يعرف خصائص الوداد وقوة الوداد على الأطراف، أناجم وكذلك التيغازوي، خاصة أناجم لما تترك له المساحات في الجهة اليمنى يكون فعال ويكون خطير جدا. تلعب هذه الجانبية من عبد اللطيف نصير في اتجاه جيبور، يدخل الدفاع مرة أخرى، باي في مساندة الحداد، ترجع من جديد وناجم يكسب ركنية. نعم الركنية والفرصة الأخيرة على الأرجح لفائدة فريق الوداد بعد التدخل لفابريس نقا. نعم الركنية الأخيرة والفرصة الأخيرة واللقطة الأخيرة في هذه الجولة الأولى، بعد الحكم سيعلن على نهاية الجولة الأولى. ولكن السؤال، هل يفعل الوداد ويتقدم في الوقت البدل الضائع؟ محمد ناجم يرفع الكرة على القائمة الثانية، زنيتي وتيغازوي، تيغازوي مرة جانبية، مرة جانبية الكرة. إذا شوط المباراة الأول سينتهي كما بدأ، 0-0. شوط أول كان في الوداد هو الأخطر وهو الأفضل من خلال الفرص التي جاءته اتباعا، بينما أناس ينفذ ضربة المرمى والحكم رضوان جيد ينهي الجولة الأولى بنتيجة التعادل السلبي بين الطرفين. الوداد كان هو المستحوذ بنسبة أهم، وكان هو الأخطر، وكان هو صاحب الفرص الواضحة للتهديف مع تسجيل فرصة كذلك للرجعة عن طريق زكريا حدراف. مشاهدي الكرام، شكرا.